السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي اموركم تكون مزيانه. اول حاجه اسمحوا لي على هذه الغيبه الطويله، كانت الظروف خاصه، هذاك الشيء اللي خلاني غبرت بسبب وفاه اب صديقه ديالي. من هذا المنبر كنقول لها البركه في راسك، الله يرحمه ويوسع عليه، والله يبدل محبته بالصبر يا ربي، امين. المهم البنات، انا جيتكم اليوم في فيديو، ان شاء الله عندي واحد العراضه هذا الاسبوع هذا، ودابا هاد الفيديو كنصورو لكم يومين قبل. نمشي معكم دقه دقه باش تشوفوا التحضيرات اللي كندير قبل، كيف ما الفيديو السابق اللي كنت درت العراضه نفس الشيء غنديرو حتى في هذا. المهم دابا يومين قبل يوم العزومه، اول حاجه درتها اليوم راه كنهضر معكم دابا ديال 11 تولو الليل، اول حاجه درتها هو غسلت الدجاج. عندي هنايا تقريبا قدر ديال واحد 6 دجاجات، غسلتهم مزيان وخليتهم حتى تسخطرو وتشفو، ودابا غادي ندير لهم الشرموله. بالنسبه للشرموله هنايا غنحتاج الثومه، تقريبا درت واحد الفص ونص ديال الثومه، عندي حامض مصير، وغادي نزيد دابا العطريه. كي قلت لكم على حساب 6 ديال الدجاجات. اول حاجه غادي نزيدها هنايا، غادي نزيد الربع مخلط ما بين القزبر والمعدنوس، غنجمع كلشي في هذا باش نطحنو. ومن ديال القياس الاول تنطحنو على نزيد. هنايا عندي تقريبا ربطه ديال القزبر وربطه ديال المعدنوس، غسلتها مزيان نقيتها. غادي نزيد، سمحوا لي مع مخدمه الماكينه، غادي نزيد دابا الزعفران الحر، غادي نزيد منه غير واحد الكميه لان مازال غندخل هذا الدجاج المجمد تنبيع وتاني نطيبو عاد غنجبد الكميه الاخرى. المهم غنزيد غير هاد الكميه هادي دابا ومع الشرموله. غادي نزيد مكعبات ديال الزعفران، هادو غنزيدهم غير على حساب اللون، ضروري لانهم تيعطيونا اللون في الدجاج، ما بغيتش ندير هذاك الغبره، داكشي علاش غندير هادو اللي كيتباعوا. غادي ندير تقريبا واحد 3 هكذا تنشوف اللون اللي عطاتني. صافي غادي نزيد عاود العطريه. الملح ما غاديش نكثروا لان راه الدجاج بطبيعه الحال مغسول بالحامض والخل هذا، وعاد درت المصير وباقي غادي نزيد نزيد الحامض، داكشي علاش ما غاديش نكثروا ما نكثروش الملحه، غنديروا غير شويه ديال الملحه، واحد الكميه قليله ديال الملحه. غادي نزيد البزار تاوي واحد الكميه، ما غاديش ندير الزيت، ديما تنقول لكم الشرموله ما ديروش فيها الزيت لان داك الزيت هو اللي كيدير لنا حاجز ما بين اللحم او لا داكشي اللي عندنا والشرموله. غادي نزيد هنا سكينجبير تقريبا واحد المعلقه عامره ديال سكينجبير، الدجاج كيبغي سكينجبير مزيان. غادي نزيد دابا الخرقوم، هذا عود اللي كندير. غادي نزيد العطريه ديال الدجاج تقريبا واحد المعلقه كبيره هكذاك، الا عندكم السمن ديروه، انا عند بالي عندي السمن ملي جيت للثلاجه ما لقيتوش. صافي غادي نزيد دابا الحامض، الحامض راه موجود في السوق تقدروا ديرو عادي اولا ديرو هذا، وانا غادي ندير دابا غير هذا اللي واجد، غير ديرو الدجاج لان الدجاج كيبي تقريبا الحامض، ديرو تقريبا جهد واحد حامضه هكاك معصوره. انا غنزيد ليه هنايا هاد البصله المجففه تعطي فيه واحد لوكو زوين، لان يرخي حيت انا مازال كي قلت لكم ماشي نهار سميتو نهار العزومه، راه كندير انا ها هنايا بصله ديريكت كنطحنها مع هاد العطريه، ولكن هاد المجففه ما نخاف منها والو دابا داكشي علاش درتها. صافي غادي نطحن هادشي كامل. الشرموله هي وجدات، وزدت لها هنايا شويه العطريه ديال الدجاج. صافي غادي نبدل نخت الدجاج ديالي وحده بوحده، وغادي نبدا نضيف ليه العطريه، وغادي ندير ثقوب هنايا غير بصبعي بحال هكا، نبدا نثقب هكا الصدر باش ندخل معاه الشرموله. صافي هكا كيف ما بان لكم، انا غادي نستمر بنفس الطريقه تنشرمل الدجاجات ديالي كاملين، ندخل ليهم الجناب
عند بين الفخيضات هنايا مزيان، غادي ندير الصدر مزيان هنايا ضروري. هنايا ديروا الصدر باش كيجي مشرب، ديروا تقيبه بحال هكا بصبعكم وتبداو تخشوا فيه. صافي البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا الدجاج هو شرملتو كله مزيان، غنغطيه دابا وغادي ندخلو للثلاجه لتحت، ما غنديروش في الكونجيلاتور حتى نغطى في الصباح، لان كون بديت اليوم في الصباح كنت غنخليه باش يشرب ليا الشرموله عاد ندخلو للكونجيلاتور. صافي دابا كي قلت لكم غادي نغطيه وعاد ديك الساعه نحطو في الثلاجه حتى نغطى في الصباح، عاد غنديروه في بلاستيكات وندخلو للمجمد ان شاء الله. اليوم ان شاء الله هذا النهار الثاني، انتم كيف ما كتشوفوا وجدت كلشي على حساب البسطيله، ها هما اللوازم ديالها كلشي هنايا طيب كلشي واجد، بقى غير نجمعهم ندخلهم للثلاجه. هنايا بالنسبه للسلطه حتى هي كلشي وجدتو كما كتشوفوا، من بيض البيض السمان حتى هو سلقتو، اللي بيت تسلق سلقتو، هذا الشيء اللي بيت تغسل غسلتو. هنايا حريره حامضه وشت القوام ديالها وطيبتو، ما دورتهاش ما درتش ليها الشعريه. وهنايا الدجاج جبتو من الكونجيلاتور، هو كيبان لكم باقي فيه الثلج. صافي حطيتو في الطاوه هنايا وخليتو يذوب وصافي دايب. صافي جمعت الكوزينه، جمعت الروينه وقديت الطبله، نوريكم الطبله راه سربيتها دابا في هاد. بالنسبه للطبله هانتوما كتشوفوا كيفاش دريسيتها، حطيت الفرشيت والمعلقه وهنايا السيرفييت ودرت ليها هاد لي زانو، هادو على ديال اكسيون. هنايا راه عندي الضو شويه قليل في الصالون، هذاك الشيء علاش ما كيبانش لكم مزيان، بلاتي نشعل الضو دابا شويه واخا الاضاءه تجي غوز. صافي وهادو ديال لي صوص خديتهم غير مؤخرا في مرجان، كانوا دايرين ليهم يمكن شي 44، هادو حطيتهم على حساب الصالاد وندير فيهم. المهم الصباح غادي تشوفوا هذا. صافي الدار مجموعه كلشي مجموع، وجدت الماء عندي الاتاي الفاكهه درتها في بلاصتها والحلوه وهذا، وجدت المناضه نوريكم سميتو. هنايا كيف ما كتشوفوا هنايا المناضه حطيتها في هذا المربع هذه ديال اكسيون. هنايا الكيسان ديال الماء وجدتهم حتى هما، المهم كلشي وجدتو، حاولت نحيد عليا كلشي باش غدا الصباح يلا نمونطي ديك البسطيله ويلا نرد الدجاج قدامي وهكا ودوك اللمسات الاخيره ان شاء الله. المهم دابا غادي نغطي. صافي هانتوما كيف ما كتشوفوا خديت هذا عندي ديال واحد لاناب اخر، هذا خاصك اي بحال هكا كتلوحي هكا بحال عندك شي حاجه هكا على الطبله. صافي لحتو باش هكا نتفادى ما طيحش ليا شي حاجه في الطباسل ولا الكيسان. المهم صافي البنات غادي نمشي نعس لان تقريبا شي الوحده ونص يمكن هادي، حتى الغدا ان شاء الله ونكمل معكم شنو درت. السلام عليكم البنات، اليوم ان شاء الله هو نهار العرضه، انا دابا بديت في لاصالاد، الدجاج ديجا شعلت عليه راهو تيطيب. دست دابا لاصالاد هنايا عندي الابلي راه شفتو سلقتو البارح، درت فيه هنايا الطون ودرت فيه كيف ما تيبان لكم فرماج حمر محكوم. غادي نزيد هنايا عندي السوريمي مقطع، غادي نزيد عليه واحد شويه ديال الذره، غادي نزيد شويه د المليحه كون راه صفيتو من الزيت، غادي نزيد شويه د البزار واحد شويه د الملح، غادي ندير زيت أركان داكشي على صفيت الطون. الا كنتو ما غاديش تصفيو ما غاديش تضيفو تقدرو تعاود ديرو زيت البلديه، تقدرو ديرو اي زيت بصل ما مشكل. ناخذ هنايا معلقه باش ندير المايونيز. صافي غنخلط كلشي بيدي وندير ليه المايونيز القياس اللي غيجي معايا. صافي البنات كيف ما كتشوفوا انا خلطت كلشي مزيان، دابا خديت واحد الليمون واحد البلاط توصيل هكا عندو رجل لتحت، وخديت واحد السيركل واحد الاطار جاني قد البلاني عندي. صافي غادي ناخد هاد الخليط ديال الابلي وغادي نفرغو على الوسط ونحاول نبسطو بالمعلقه متفقد البنات نبسطو. البارحه البنات ما قلت لكمش راه صايبت الكباس درتو في الكونجيلاتور،
دابا عند الصباح هذا صوبت لي ميني بيتزا عمرتهم. ديجا العجينه صيبتها البارح، ما عرفتش واش قلتها لكم ولا لا، صيبتها البارح. هذا الصباح عمرتهم، غطيتهم بالسلوفان ودرتهم في الثلاجه لتحت، بيتهم على حساب الكوتي. قطعت دابا بطاطا، قطعتها مربعات تنقليها، بيت نصايب باستيشيو في جيبيرين صغيرين. اسمحوا لي البنات، قلت لكم بغيت نصايب باستيشيو في جيبيرين صغار على حساب الكوتي صافي. المهم انا هذا غنبسطو كي كيطلع مع هكا، وغادي نخليه جانبا وندوز نبدا نصطي في الخضره. ها نتوما البنات، خديت هنا واحد البلاك طويل على شكل بلاطو. هاد لي بلا هادو كندير فيهم نورمالمون هذا الشوا، كاكيز داك واحد نص حولي صغير، خديتو انا دابا على حساب ندير فيه السلطه. ها هو البلا لي قلت لكم حطيتو الوسط. هنايا دورتها بالخس، هنايا في الجناب شديت القوق، سلقتو مع شويه الحامض ومليحه، وشديتو قطعتو نقسمتو على جوج، خويت الوسط ديالو وستفتو هكا في لي كوتي ديال البلا. هنايا غادي نجي باش نصايب السلطة ديالي. عندي هنايا واحد البلا، خديت داك القلب ديال القوق، ها هو قطعتو. غادي نجي نضيف هنايا الكروفيت، هادي هي الحشوة باش غادي نعمر. عندي هنايا شويه ديال المايس طرا، شي شويه ديال الملح. الكروفيت راني صوطيتو بشويه الملح وبزار وزويته بلديه، شويه ديال البزار، نزيد غير شويه. اوبس تخوى ليا كثير، سمعني نقصو. غادي نزيد هنايا شويه ديال زويته بلديه، غادي ندير هاد لاصوص نيومام نيوكمام، غندير منها شويه. اللي ما دارت ماشي ضروريه، الا ما عندكمش تكتفيو غير بشويه الملحه. غادي نزيد شويه د الخل ديال الحامض غير شويه، وغادي ندير المايونيز. غادي نخلط كلشي ونعمر بين هاد الكروفيت اللي عندي هنايا. اللي ما بغاش يجي المايونيز تقدروا ديروا اي صلصه كتبغيو، المهم المايونيز كتجي مع هادو زوين. تقدروا تزيدوا اي خضره مازال بغيتوا، انا كنكتفي بهادو كيجوني مزيان صافي. كيف ما شفتوا خلطت كلشي مزيان، غادي ناخذهم نبدا نعمر بها القلب ديال القوق بحال هكدا. كنحط هنايا الحشوة صافي، غادي نستمر بنفس الطريقة كنعمر القوق لي عندي كلو. البنات هنايا درت لافوكا بطبيعة الحال، درت ليها الحامض وقطعتها. عندي هنايا السوريمي، عندي لاداند، درت شوية زيت البلدية، شوية ديال الملحة، وغادي نخلط هادشي مزيان، وغادي نزيد عليهم المايونيز. وشديت هنايا في البلا، المهم راه الدنيا كيف ما كتشوفوا مرونه حدايا. هنايا هاد لافوكا اللي خويت كنعمرها بهاد الحشوه هادي صافي. والخضره راه رطيتها صوطيتها بشويه ديال مليحه والثومه بودر والزيت بلديه والكمون صافي، غادي نعمر بها صافي. البنات هنا البلا ديال الشلاضه ساليتو، اما كيف ما كتشوفوا هنايا في الجناب ديال هاد الطبسيل الفوقاني درت دوائر ديال الخيار. هنايا ها القوق اللي عمرت، ها هي لافوكا اللي عمرت. هنايا درت خيزو، هنايا لداخل درت خيزو شرملتو صوصيتو. هنايا الباربا درت لها شويه الحامض وشويه الملحه وزويته بلديه صافي. درت البطاطا، درت اللوبيا، ها هي فين كاتبه لكم. هنايا درت هاد لي بيبي مايس، درت لي نوغيت سقليتهم صافي. وزينت بالبيض ديال السمان
والطوماط سوريز هنايا في الجناب وهنايا، وهنايا درت لدان تفيمي على شكل ورده جمعته بالكيردون صافي. جا هذا هو الشكل ديالها. وهنايا غادي نرافقها بهاد لي صوص. هنايا ثلاثه درت كيتشوب، هذه فيها الكيتشوب مايونيز وصوص باربيكيو، هذه فيها صوص فروماج وعاوتاني المايونيز والكيتشوب صافي. المهم البسطيله راها طابت، بقى لي غير الدجاج ندخلو نحمرو. التيسير انا يلا كان وجد فيه، المهم في انتظار انه صافي. البنات هانتوما شفتوا الطبله ها هي كي وجدتها صافي. دابا هما جايين، حطيت لي بلا راه وريتكم البارح كيفاش قديتو، حطيت لي سلطه، حطيت سلطه في الوسط وحطيت هاد لي صوص. دابا غادي نجي نغطيها باش ما تبقاش عريانه ليا هكا صافي. البسطيله كي قلت لكم راه حيدتها، بقى لي الدجاج دابا التيسير قديتو كلشي وجد. دابا كنصايب باستيشيو، غنديرو في هادو صغيورين في ليمون صغيورين وغادي نحطو نخليه. ما غاديش نطيبو دابا، وجدت البيشاميل كلشي، غير نعمرهم ونحطهم حتى الوقت الكوتي هما والبيتزا عاد ندخلهم. البنات دابا وصلت وقت الغداء. ها هي امينه جات. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ صحه لاباس؟ اش كتعاودوا البنات؟ دعموا لي جيهان وشجعوها وتابوناو عندها وديروا لها لي لايك باش تعطيكم اكثر واكثر واكثر. تبارك الله عليها، عندها ما تقول في لا كوزين ما شاء الله عليها. الله يوفقك. كاينه غيزلان، ها هي غيزلان. سلام البنات، سلام لي زابوني ديال جيهان. لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كيف قالت لكم امينه دعموها ودخلوا عندها، تبارك الله عليها. يعطيك الخير، بارك الله فيك. وفاطمه الزهراء دابا نخلي لكم البنات الانستغرام ديالها، راه تكونوا شفتوها عند امينه بلا ما نزيد. راه تبارك الله غير لي موديل ديالها راه تيهضروا عليها. وكاينه جميله، ها هي جميله بيوتي اللي نعسات ما بقاتش بتصور. وكاينه فاطمه معنا، فاطمه معنا الشاف ام سهي. والمهم البنات ها هي فاطمه. دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ دعموا البنات جهات. الله يعطيك الخير. الله يعطيك الخير، بارك الله فيك. شكرا. يلا البنات غادي نخليكم دابا وقت الغداء، هادي نتغداو ان شاء الله نعاودو نطلع صافي. البنات هذا هو البلا الثاني كما كتشوفوا، راه شفتوا لي ديطاي ديالو. تبارك الله عليها، لا صلاه طلعت كتحمق كتحمق والله العظيم، طلعت زوينه. عاد ندوق البسطيله نرد عليكم الخبر. وحنا يا البنات دابا في البلا الاخر ديال الدجاج. امينه كي جاتك البسطيله؟ جات غزاله يا اختي، صدعتي راسك والله. تستاهلوا اكثر، بالعكس تستاهلوا، وجهكم يستاهل اكثر. مرحبا بكم صافي. البنات دابا جات وقت التيسير، درنا هنايا الكلاص صافي، والتيسير هنايا مخلط صافي. البنات دابا جالسين نشربوا كويس ديال اتاي. الضو هنايا راكم عارفين في الصالون عندي شويه الاضاءه غوز ما كتبانش مزيان. طلعت فينا جيانا البنات، طلعت فينا. الله يعطيها الله يكبر. امينه بجسطات راسها، راه هي اللي جابت لي هذاك البلاطو ديال لي سواغي، وهذا من لاباغيت دوغي. والله امينه الا صطعت راسك اختي والله. الله يعطيك الخير. البنات صافي دابا دزنا الكوتي، نتوما كيفما كتشوفوا. ملي جينا ملي جينا صحتكم صحتكم. هي تستاهل والله يا ولدتي. مرحبا بكم، هذاك هو النهار الكبير والله العظيم. الله يبارك الله عليك. صحتكم. هنايا البنات غنكون سانيت الفيديو ديال اليوم، دازت عشيه غزاله تبارك الله. نخليكم مع صور ديال لي بلا اللي قدمت للبنات اليوم. صراحه نشطنا وفوجنا شبعنا ضحك الحمد لله. البنات بغيت نقول لكم امينه الصراحه اللي ما عرفها خسرها، ولو كانت تعرفوها عن قرب والله انسانه عظيمه، انسانه اللي الله يعمرها دار متواضعه لاقصى درجه، لا هي لا خواتاتها لا فاطمه الزهراء لا جميله لا ام صهيب، صراحه ناس الله يعمرها دار صافي. هنايا غادي نسد الفيديو، نتمنى الفيديو يعجبكم ونتمنى تكونوا دوزتوا معنا وقيته زوينه. خليت لكم راحه البال، بسلامه.